Hello everyone, welcome back to my channel. اليوم رح أعمل makeup look using all Dior, a full Dior look, and I'm really excited because I have a beautiful model. الموديل اللي معاي اليوم كتير حلوة. Dior makeup نازلين foundation جديد اسمه Dior Skin Forever Perfect Mousse, و I'm really excited نبلش التوتوريال. اوكي رح أبلش بسكين كير. رح أستعمل ال Dior Capture Total Dream Skin Advanced ورح أستعمل هاد كبرايمر. بيجيها تقريبا كمويسترايزر و برايمر ان 1, فكالعادة I'm just gonna massage it into the skin. فانديشن هاد جديد من ديور, ديور سكين فور ايفر بيرفكت موس, وبيجي مات فانديشن. It's a weightless foundation, zero pore effect, ونزل exclusively in Sephora Middle East. The finish of the foundation is very velvety and powdery, فit's great for those with oily skin. يعني كأنه فيه primer already, فكتير منيح للبشرة الدهنية. وعم بستعمل a flat kabuki brush من Dior. كونسيلر رح استعمل ال Dior Skin Forever Undercover Concealer بالشيد 30. I know هاي الشيد شوي فاتحة عليها, بس رح استعمله كبرايتنر, بعدين I'll mix in a bit of the 50. فبطريقة to highlight the face عشان بعدين رح أعمل contour بالدرجة الغامقة. كمرطب وليب مويسترايزر رح استعمل ال Dior Addict Lip Maximizer ب number 1. هذا اللي بكبر الشفايف, اللي بحرق شوي, بس actually it doesn't really burn. جربته شوي على شفايفي بس it's a nice product and it smells amazing. اوكي رح ارجع اخذ هذاك الكونسيلر بالدرجة الغامقة, هي الدرجة number 50 50, ورح اعمل زي contour و bronze. وبلندنجت بنفس الفرشاة اللي استعملتها للفانديشن. I love this concealer, كتير بعطي perfected look و it's weightless عن جد وبيغطي كتير منيح. والأماكن اللي ما بدي أشيل عنها اللون كتير رح أطبطب بالبرش after I blended عشان ما أزيح اللون كتير. For blush رح أستعمل ال Dior Blush number 553 Cocktail Peach, وعشانها سمرة بدي أختار لون peachy عشان عن جد يعطي glow لوجهها, وهذا البلش كتير كتير حلو. It's beautiful. You know how I feel about peach blush. فبنحط البلاش بطريقة عالية وشوي على apples of the cheek عشان عن جد يعطي lift, وشوي على المنخار to give her warmth كأنها متشمسة. ما شاء الله حواجبها كتير حلوين. فبس رح استعمل brow mascara, هاي ال Dior Show Bold Brow بالرقم 2 number 2, وبس رح امشط حواجبها لفوق. آي شادو باليت, سمعت كثير عن هدول الآي شادوز وكثير متحمس إنه استعملتهم أخيرا وأختي دام تستعملهم. هاد ال Dior Show 5 Color آي شادو باليت بالرقم 647 Undress.
رح استعمل افتح لون كهايلايت تحت الحاجب وشوي بالانر كورنر. بعدين رح اخذ المات شيد اللي بالنص ورح احطها على الجفن المتحرك. That's what they call it, صح؟ The mobile lid. Beautiful, very smooth. كتير حبيت الاي شادو. رح اخذ اغمق شيد بالباليت ورح احطه بطرف العين بزي ال V shape basically. وادمش كتير منيح to smoke it out. خذ فرشاة نظيفة و blend everything together. بتعيدوا نفس الشيء على العين الثانية. رح اخذ ميكس اغمق لونين بالباليت رح احطه تحت العين lower lash line و blend. رح اخذ الكحل من ديور. هذا الديور شو كحل in 099 بلاك كحل. كم مرة حكيت كحل؟ رح اعمل وينج كتير صغيرة ورح ادمجه بالدبل سايدد بلندر اللي بتيجي مع القلم. رح اجي اخذ افتح شيد بالباليت ورح احطه بنص العين بطريقة كتير خفيفة. ماسكارا رح اخذ الديور شو بومب ان فوليوم ماسكارا بالرقم 90 هي السودا. I'm gonna apply it to her lashes. ما شاء الله هي ما بدها fake lashes. وأنا بدي أخلي look كتير simple, very elegant. يعني منيح للشغل, منيح للجامعة, different things. وشوي على lower lashes. Highlighter. رح استعمل ال Dior Nude Air Luminizer بالرقم number 1. This is a beautiful highlighter. It's so so nice. رح أحط شوي على طرف المنخار وعلى البريدج. فطريقة يعني very strategic. وعفوق الشفة to highlight وشوي عالدقن بعطي a very nice glowy look. وأكيد على cheekbone. عم بستعمل أصبعي عشان حسيت it's super blendable, ف I like to use it. I don't know ليش عم بستعمل أصبعي صراحة, بس هيك I don't know, I wanted to feel the product وحسيت it went on beautifully. كان بديها بطريقة كتير معينة. رح اخذ السبونج ابليكيتر اللي بتيجي بالاي شادو باليت ورح احط الهايلايتر بشب نص العين جوا العين inner corner. ليكويد ليبستيك. This is the beautiful Rouge Dior liquid بالرقم 614 Jungle Matte. Beautiful color. ورح اوزعه على الشفايف. وزي ما بتعرفوا انا دائما بستعمل بحب استعمل brush to apply liquid lipstick. فرح ارجع بالبرش احطه بطريقة كتير خفيفة very precise. يعني هيك ما بدي البلاينر. شوية touch-ups, blush, a bit of highlight. We are done. إن شاء الله يكون عجبكم this look. Thumbs up, let me know in the comments below and like the video. وإحكوا لي شو رأيكم تشوفوا in my next videos. Thank you so much for watching. Bye guys.